بقى فج زيادة عن اللازم. زمان كان بيعمل كل ده في المتاري. أنا ملاحظ ده فعلاً. في حاجة أنا شفتها ولازم أقول لك عليها. مراد بقى بيشم. يا دي المصيبة. المصيبة إن مراد ما بيعرفش يعمل كنترول على أي حاجة تعجبه ويحبها. يعني لو شاف واحدة يفضل يجري وراها ويبهدل الدنيا. حتى ما علينا. أنا مش عارفة لو حب الشم هيوصل لفين. في حاجة كمان، أنا ما خدتش العمولة بتاعتي على الصفقة اللي فاتت. أنا تعبت قوي في السفرية دي، وكان ممكن أروح في دهب. مراد قال لي إنه حول بقية فلوسك على حسابك في البنك. مش صحيح. طب سيبيني أنا أتصرف في الموضوع ده. لا لا، بلاش يعرف إن أنا اتكلمت معاك. أنا هتصرف. انا كويس يا دول. لا بقول لك ايه، اثبت كده وارسم نفسك. ها بونسوار بونسوار السيد القطر اللي دخل علينا ده. شوف الحته الجرامر دي. او مازمازيلا سيلفو بلي ده يطلع ايه؟ تشرب حاجه سلامه بيه. بليز بقى شق ريقي. شق ريقك؟ يس. احنا اسفين قوي ده مؤاخذة. ثانك يو فرايد تشيكن. فرايد تشيكن الله يفضحك. يلا يا لا دي لطيف من اولها. شايف من هناك؟ اه شايف. يا مراد يلا نمشي احنا بقى. يلا يا حاج. تمشي تروح على فين؟ ها؟ هو مش في كلام بيننا في بعض ولا ايه؟ مش باشا ما حدش قال نمشي، احنا بس كنا ماشيين ندور على مكان نقعد فيه بس. طيب تمام. استنوني بس ثانية بقى. اتفضل. مش عارف يعني أول ما بشوفه كده. شيء. يا ابويا رجع لها. رجع لها بعد ما قلنا خلاص خلصنا منها. اول ما العسكري دخل وقال له اصل ليها في الشقه وهتعمل وتسوي نخ، خاف منها ورجع لها. طب وانت حطاهم في دماغك ليه؟ ما تشيليهم من دماغك خالص. وبعدين ما تتحرق بجاز يا ستي. وبعدين كان على ابوكي، ما تيجي تقعدي معاه كل فين وفين او خديه يقعد عندك. لا لا ايه ده ايه ده، اخده فين يا بنتي؟ حرام عليكي، دي اول ما هتعرف هتلزق فيه وتيجي تلبت فيا. انا ناقصها. كفايه اللي انا فيه، كفايه المرمطه اللي مراد مورهاني. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. شيخه انت مالك عامله زي اللي عامله؟ عامله ليه؟ انت اللي ليكي حق يا بنتي. ما هو حق عن حق يفرق. ساعات في حق بيجيب وراه شر فنبعد عنه. لا كده كتير بقى قوي، زودتيها. احنا في انصاص الليالي. مين؟ انا فتحي علي. خير؟ خير ان شاء الله. انا جبت لك الجهاز معايا، قلت مش هنام غير لما اجيبه لك. هو ده؟ اه هو ده. متشكره قوي فتحي. مش عارفه اقول لك ايه، كان نفسي اقول لك اتفضل بس الوقت متاخر. معلش هجي لك بكره ان شاء الله، عشان لو عايزه تعرفي اي حاجه في الجهاز اقول لك عليها. متشكره قوي. تصبحي على خير. وانت من عارف. قولي لي بقى هتعملي بيه البتاع ده؟ ناويه على ايه؟ بعدين هبقول لك كل حاجه. لا قولي لي يا لولتي، هو فتحي ناوي يرجع لمراته امتى؟ قوليش عرفني يا اختي. بس الواد بصراحه عايق وطيب وجدع، ومعرفش ينام غير لما يجيب لك اللابتوب. حياة امك، هنتنور على بعض. يا فتحي اقعد. ما صحش نقعد قدام سعادتك يا باشا. يا باشا طبعا. ازاي ما يصحش؟ لا اقعد اقعد يا باشا. ما يصحش يا باشا. ازاي كان حضرتك قاعد يعني؟ أنا سمعت لكم تقعدوا. أنا سمعت لكم تقعدوا بس عشان تسهل لغة الحوار بينا. أنا مبسوط منكم كتير. شفت يا حسني؟ ده احنا تقابلنا تاني أهو عشان تعرف إن الدنيا صغيرة. أوضة وصالة يعني زي ما بتقولوا. حمام ومطبخ يا باشا مفتوحين على بعض. جمال بيشكر فيكوا قوي، وانا بثق في كلام جمال. بس في حاجه يا حسني، مراد بيكرهك قوي. بس انا عارف بيكرهك ليه، عشان كده انا من دماغي. انا يهمني حاجه واحده بس مفيش غيرها، الولاء.
الولاء بكل معانيه، يعني اي نوع من انواع التمرد، الخيانه. يبقى انت كده قررت بينك وبين نفسك انك تفصل نفسك عني. وطبعا انتوا عارفين لما الجزء يتفصل عن الجسد يبقى ايه؟ لازم يحصل ايه؟ نقطع، نبتر. وطبعا انا مش معقول يعني اعيش بقيه حياتي ناقص حته. سام، انا سام. احنا باشا النهارده احنا يعني رجاله سعادتك. اه يا باشا، احنا رجاله سعادتك. جمال هيفهمكم الشغل كله، بس لازم تحطوا في اعتباركم من اللحظة دي انتوا ملك سام. بتؤمر بيه يا باشا؟ اوقوا الكلام. منتهى الاوقوا والله يا باشا. والله مش عارف اقول لك ايه. سلام يعني. ايه ده؟ ايه اللي جابك للبوه ده هنا؟ انت مينك يا باشا؟ لا ده لازم يطلع بره حالا. حالا! انا مش عايز اشوفه هنا. أنا عشان أتأكد إني مش هشوفك تاني يبقى لازم تموت. ليه كده يا باشا؟ ليه كده؟ ده احنا خدامين. أنت وسخ ولازم تدخل النار، وأنا أوسخ منك وهبقى قابلك هناك. بس دلوقتي لازم تطلع برا. برا! مورا! مورا! اتفضلوا أنتوا، ما تمشوش، الحفلة لسه فيها حاجات حلوة كتير. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. مراد، انت تقلت في الشرب النهارده قوي. انا عمري ما تقل في حاجه ابدا. انا اخف من الريشه. حتى شوف. تا 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 واو واو تا 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 او او مورو مورو حبيبي انت حلو كتير. خلاص بقى بروق فيه. عم سيبك والله ما فارق معايا. انت عارف قلبنا ما ينفعش. طب يلا بس بس خلص يا عم. ايه ده؟ القطر طلع اسمان اهو. اوه سلموا ليه؟ ايه؟ اكسكيوز مي سلام عليكم. ابو ستيه. اوه سلموا ليه سعادة ايه؟ ما تبقاش ليه؟ ده الحقيقة أنا منتهي الاكسكيوز مي في الدنيا. باشا هو أنتوا بتشتغلوا مع مراد ده من زمان ولا إيه؟ زمان جدا. مراد بيه حبيبنا وحبيبي أنا شخصيا. طبعا وانت كمان حبيبي. منور يا مربي. استأذن سعادتك. اتفضل. صاحبك بيحب الهيصة والدلع بس شكلك غيره خالص. انت تعرفه من زمان؟ يا باشا ده اخويا وصاحبي، احنا متربيين مع بعض. اه متربيين مع بعض. كان بيقول على ليلى كده برضه وباعها. خلي بالك منه.